معي على الهاتف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. أهلا وسهلا أستاذ. البقاء لله يا دكتور. ربنا يخليك. يعني بجد فقدنا قيمة كبيرة جدا جدا جدا. أنا النهاردة يمكن يعني من وفاة والدتي ما تأثرتش وانهارت زي ما انهارت النهاردة، لأن فعلا هي كانت أم بالنسبة لنا. أنت عارف طبعا يعني هي كانت أمنا كلنا، والله بتسأل علينا، والله ما في أسبوع بيعدي إلا ما تتصل بينا، وأخباركم إيه وعاملين إيه ولادك ومراتك وتفاصيل في الحياة. وبعدين أنا يعني كنت تقريبا أنا وماجدة أختي آخر اتنين قبلوها من يعني زملائها وأبنائها، رحنا زرناها من أيام قليلة جدا في بيتها في عند الأستاذ الشريف في مرتاش ابنها، وكان حفاوة ويعني لحظة لن أنساها. وكانت بتودعنا يعني، وأنا بسلم عليها ماسكة إيدي مش عايزة تسيبها ومش عايزة نمشي خالص. وقالت لي انا اديت رسالتي وقدمت ما لا اخجل يعني في تاريخي ما لا اخجل منه، وعلمت ولادي وكبرت ولادي وزملائي انا بشكرهم اللي هم كبروني ووصلوني للمكانه اللي انا فيها. فهي كانت زي ما الشارع بيقول، يعني تقرير حاجة بيقول الشارع بيقول دي ام كل الفنانين. وانا كتبت شخصيا عندي على الانستجرام ماتت امي، يعني ما عنديش كلمه ثانيه اقولها. هي كانت أم لينا جميعا. كلمنا عن الجنازة، يعني عادة يعني اللي احنا بنشوفه بما اني من احد ابناء الوسط الفني، يعني الجنازات دائما يعني لا تحظى بشعبية كبيرة مثل العزاء. النهاردة بس انا شفت الصورة اللي قدامي مبينة ان الجنازة كانت حقيقي جنازة شعبية فضلا مهيبة. جنازة مهيبة وكبيرة وحشود، فنانين وجمهورها وناس عادية وسياسيين. أنا اتخضيت من المشهد وشفت ناس يعني جايين، يعني فنانين جايين بهدوء ورموز للدولة جايين في هدوء من غير لا أضواء ولا كاميرات ولا حاجة. وجي السيد وزير الثقافة وجي الدكتور حسن راتب اللي ما بيسيبش، وناس بقت لما بيشاركنا فيها وشاطرنا فيها، وأنا بشكره من خلال برنامجك. كل الناس جد، أنا بشكر كل الناس اللي شاطرونا وشاركوا في جنازة الفنانة الكبيرة الأم كريمة مختار. هذا هو الفنان. وزي ما معتز قال، لو عايز تتكلم عن كريمة مختار اسأل الشارع المصري. فعلا الشارع قال كلمته، أنت مش متخيل. أنا امبارح كنت بصلي الفجر في السيدة نفيسة وكلهم اتلموا عليا وبيعزوني، والشارع حزين، الشارع المصري حزين لرحيل هذه الفنانة العظيمة الكبيرة اللي قدمت الكوميديا وقدمت التراجيديا وقدمت المسرح وقدمت الفيديو وقدمت السينما، كل حاجتها أحلى من بعض. كلهم علامات، دي حقيقة فعلا. يعني طب كلمنا يا دكتور، العزاء المفترض ان هو يوم الاثنين القادم في مسجد الشرطة بالدراسة. في مسجد الشرطة بالدراسة. العزاء يوم الاثنين مسجد الشرطة اللي في الدراسة بإذن الله. هنبقى موجودين من بدري، صلي المغرب هناك ونتلقى العزاء مع أسرتها، أستاذ شريف والأستاذ معتز والدكتور أشرف زوج بنتها، وكل يعني كل أقاربها وأحبائها وتلاميذها. أنا واثق إنه سيكون برضو يوم مهيب في التاريخ لن ننساه. يعني إحنا مشفناش من زمان الجنازات. مرة تانية بشكر حضرتك تاني الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأقدم لك خالص التعازي.